لاحظنا في الساعات الماضية حملة شرسة ضد بطلتنا إيمان خليف من عديد الوسائل الإعلامية الأجنبية، وذلك لغرض تشتيت تركيزها وكذلك التأثير عليها. لذلك قمت رسميا بإبداء شكوى وكذلك التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية في إطار مبادئ الميثاق الأولمبي من أجل حماية بطلتنا، وكذلك نؤكد الجمهور الرياضي أن بطلتنا مركزة، وكذلك هذه الأمور ما تزيدها إلا عزيمة، خاصة أنها تدرك أنها في مهمة وطنية من أجل تشريف الرأي الوطنية. لذلك الرسالة كذلك إلى الشعب الجزائري من أجل الوقوف ورأيها ودعمها لإعلاء الرأي الوطنية هنا في باريس إن شاء الله.